الرب يسوع كان بيقعد مع الخطاة والعشرين، وما كانش الكلام ده بيعجب اليهود. يقول لهم لا، لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جاي عشان الخطاة. تيجي المرأة اللي أمسكوها في ذات الفعل ويقولوا إيه رأيك في دي؟ موسى أوصانا ترجم. يقول لهم من منكم بلا خطية فل يرميها بحار. يا بالك الطويل، أمسكوها في ذات الفعل. يقول لها اذهبي بالسلام وأنا مسامح وما تخطيش تاني. في بعد كده لكن يجي بقى عند المستكبرين يقول لك ايه بقى؟ لذلك يقاوم الله المستكبرين. ليه يقاوم الله المستكبرين؟ اذا كان مستحمل خطاه والاشرار والعشرين والحرميه ليه؟ اشمعنى ده؟ لان من يقاوم السلطان يقاوم مين؟ يقاوم الله. من هو المستكبر؟ هو الذي يقاوم السلطان. ان كل ترتيب هو من الله. يبقى اللي بيقاوم السلطان اللي عليه بيقاوم الله. اكتر حاجه تكشف الكبرياء هي خضوعك للسلطان اللي عليه. مش انت اخترت ووافقت ومضيت على العقد؟ يبقى لما انت عامل عقد معايا انك تخضع لي، وبعدين تتخذ قرار بالإرادة المنفردة إنك تحكم على التعليمات اللي بديها لك، يبقى ده اسمه إيه؟ يقاوم الله المستكبرين. دي السوسة اللي حايشة البركة. الخضوع معناه إن أنا ما أقولش رأيي؟ لا، معناه إنك تقول رأيي. طب ما أنا بقول رأيي أهو. لا، أنت مش تقول رأيي، أنت مش تقول رأيي. أمال أنت عملت إيه؟ أنت عقدت المحكمة وحكمت المتهم، والمتهم المرة دي هو السلطان اللي عليك كمان، وانت اللي تحت اصدرت القرار على المتهم. انت حكمت، انت حكمت وادنت، وليس لك سلطان ان تحكم. عملت خطيتين. الخطية الاولانية انك حكمت وانت ما عندك سلطان ان تحكم، لان الله الاب اعطى كل الدينونة للابن. حدش من حقه يدين، لا اللي فوق ولا اللي تحته. ما تدينش حد. دينونة دي بتاعت الله، ادي اول واحد. فانت حطيت نفسك مكان الله، مدام بتحكم يبقى خدت مكان اللي بيحكم. الغلطة الابشع ان انت مش بس خدت مكان اللي بيحكم، وكمان بتحكم على السلطان اللي عليه. بروح دور على البركة بقى. الروح الذي حل فينا يغار علينا، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. اقضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. اللي بيخضع بيقدم الذبيحة لله، وعشان كده الله بيبكي. وإن اللي بيتمرد بيقاوم الله، عشان كده الله مركوب. من يرذل لا يرذل إنسان، بل الله الذي أعطانا من روح. أنا ممكن أكون متنازل عن حق وإنت تتشامخ علي وسامح، بس الله مش هيسامح، لأن أنا لما حكم حق وتمم الوصية هو يقول إيه بقى؟ لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب. غضب إيه بقى؟ مش إنك تغضب، لغضب العالي. بص جوه نفسك وشوف طاعتك، وشوف خضوعك، وشوف حكمك على الآخرين وإدانتك ليهم، وشوف حكمك على السلطان اللي فوق منك، وشوف ضميرك تسلل ليه السوس ولا لا، وراجع نفسك قبل السوس ما ينخر جواه. في فرق بين انك تقول رأيك، في فرق بين انك تسأل، في فرق بين انك تناقش، وبين انك عملت ايه؟ أصدرت حكم. لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، لا تدينوا لكي لا تدانوا. أنت مين عشان تحكم؟ أنت حكمت. حكمت إيه بقى؟ هو غلطان. أنت مش بتناقش، أنت حكمت. أنت ما رحتش سألت وقلت له بتقول كده ليه؟ أنت ما رحتش سألت وقلت له الأبعاد إيه؟ أنت حكمت. فضلك يا أحبائي كل واحد يفحص نفسه ويغوص في الاتضاع. اتضاع إنه يخضع للسلطان ولا يدين غيره. أمين. فلتكن
قوة غفران دم يسوع المسيح، قوة غفران وسلطانه، خلاص وفكاك وشفاء وتحريره، لتحرير أنفسنا وأرواحنا وعقولنا من كل قوة وفكر الكبرياء، من كل استعلاء باسم يسوع. يدين الرب في هذه الليلة كما دانوا على الصليب، يدين روح الكبرياء، يدين روح الكبرياء ويسقطه محررا النفوس. فضلك واحنا بنصلي اذا كان الرب مش هيقول لك على حاجه خرجها فورا، ارفضها فورا، واشكر الرب ان هو انارك. انفك باسم يسوع، فليحترق روح الكبرياء بقوه سلطان اسم الرب يسوع المسيح، وقوه غفران دم الصليب المحيي، ينحل خداع الضلال، خداع الكبرياء، خداع التشامخ، ارتفاع العينين، كبرياء القلب، قوة ونعمة، غفران وخلاص، فكاك وشفاء وتحرير باسم الرب يسوع المسيح، بقوة غفران وسلطان دم يسوع. ارسل قوة خلاصك، ارسل قوة خلاصك وغفرانك، خلاصا وفكاكا وشفاء وتحريرا باسم الرب يسوع، لمجد الآب والابن والروح القدس. آمين.